تكذب لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول الصدق لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. وكما عودناكم برنامج لا تكذب، طبعا هذا البرنامج يعتمد على ردة فعل المتلقي اللي هو الجمهور، ونشوف اليوم في ناس راح تكذب، في ناس راح تقول الصج، خلينا نشوف شنو هالممشى ممكن يطلع لنا من ناس كذابين. امشوا معاي، واليوم برد، ويلا نشوف من راح يكذب ومن راح يقول الصج. حياكم. شلونك؟ تمام الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بارك الله فيك. اول شيء يعطيك الصحه والعافيه. نزلي عضلاتك. نزلناهم. زين، معاك برنامج اسمه لا تكذب. لا تكذب. انزين، بس انا اول شيء عندي سؤال، ايش كثر صار لك بهاللعبه هذه؟ وي صار لنا الحين تقريبا ثالث شهر. وكم كيلو قطيتي؟ من غير كذب. ما قطت ولا كيلو. حسيت حس انا بساعه شنو قلت لك؟ ويت لانك عندك بس ترى العضلات. اي بس لا تخسرين، يعني لا تفقدين الامل. لا ما نفقد الامل ان شاء الله يا رب. انزين عندي لك سؤال. قولي. انت متزوجه؟ لا. لو انت تزوجتي اوكي مثلا وريلك لمده سنه ما قال لك احبك، شنو ممكن تسوين؟ عادي ولا يفرق؟ ما تفرق. يا جبل ما يهزك ريح. هذا هو عادي. وين حديدك؟ تحت. شيلي اثنينهم بس خلك على الحديد ابرك. هذا هو. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وبلا زوج بلا بطيخ. زين بس لو 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 تزوجتي اوكي وريلك لمده سنه او ستة اشهر ما قالك كلمه حلوه، ايه شنو ممكن تكون رده فعله؟ اطلقه. انتي؟ إيه؟ لا هو مو تطلقينه. اوكي. تخلعينه. اخلع. انا بسالك سؤال وابي رده فعلك او يعني اجابتك الصريحه والمقنعه. تمام. طبعا احنا معاك اي تي في العداله. تمام. ان شاء الله راح تشوف نفسك. انزين السؤال يقول اول شيء انت متزوج؟ على وجه زواج ان شاء الله. على وجه حلو حلو مو مشكله. انزين لنفرض ان الله كتب وملشت والامور تيسرت. تمام. وتقريبا مر على زواجكم 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر وزوجتك ما قالت لك كلمة أحبك أو ما قالت لك كلمة حلوة، شنو راح تكون ردة فعلك بصراحة؟ والله سؤال قوي وايد. شكلك رومانسي ده. أنا عاطفي وايد. بين يمكن البنت يعني خجولة عاد على حسب يعني. 8 أشهر خجولة؟ هم صح. سنة يلا سنة أحاول أكلمها يعني تبين لي كلام حلو ولا شيء من هالسوالف هذه. وإذا كلمتها وهم ما فاد تأخذ الثانية. الثانية زينة. إيه صح. بس إن شاء الله زوجتك ما تشوف هاللقاء. لا يحوشك. يعطيك العافية. يلا مع السلامة. في واحد يعطيك العافية. السلام. الله يعافيك. شلونك؟ طيب. والله بخير الله يسلمك. جاي هني رياضه ولا لياقه ولا دقز ولا شنو؟ كل شيء برغم انه دوامي. وين دوامك؟ هنا. اوكي زين اول شيء انت كم عمرك؟ 21. صغير شباب. زين انت مو متزوج؟ اكيد. زين ليش اكيد؟ ترى قبل يتزوجون عمرهم 18. متزوج عمره 18 سنه. شفت شلون؟ اوكي متى حاط ببالك تتزوج؟ 24 اول ما يصير عندي قدره ان انا اشيل نفسي مو اهلي. حلو. انزين عندي لك سؤال، لو انت الحين تزوجت على سنة الله ورسوله وتمام امورك ومر 7 أشهر 8 أشهر قريب السنه وزوجتك ما قالت لك احبك ولا حتى كلمه حلوه، شنو ممكن تكون رده فعلك؟
لا لازم انا ابادر بالاول شيء، انا معروف ان البنيه تستحي، لازم انا ابادر بهالشيء لان هي تستوعب اللي شنو قدامها، بعدين يصير خير على الحب. يعني انت تعارف اول شيء. زين تعارف سنه؟ مو حسب اللي قدامك، لا هي مريضه نفسيه المفروض انت تعالجينها، لا تخسرين بدايه الطريق وكل واحد الله وياه. حلو حبيت عقليتك. انزين واذا مثلا فاتحتها بالموضوع وقلت لها كذي كذي وشفت ماكو فايده، لو انا حابها وهي طبعها كذي عادي اصبر عليها، لو انا مو حابها وخلاص صار اشتمزت راح اطلق يعني. يعني ما راح تتحمل الجفاف العاطفي. ان الحين مرين فتره العنيده تنحب بسرعه والطيبه معانا اعطونا كرهها. صح والله صح، تصدق مشي انا قاعد هذا الخصر الحين اللي ماشيين الناس فيها، احنا نختار الطيب والعنيد نفس الوقت الاثنين فيه الشخصية اللي احنا نحبها. يعطيك العافية. بيني وبينك وبيننا وبين هالناس اللي تشوفنا الحين عندي لك سؤال. متى اخر مرة زوجتك قالت لك احبك؟ والله من تسع شهور سنة والله. زين وانت؟ انا قلت انا كل يوم اقولها، لازم اقولها كل يوم والله والله. ولا انت متغير عرفتي؟ ايه بس هي عادي ما تقول. لا هي عادي، هي بس تجيب اغراض ماكلة البيت، اغراض العيال وبس. زين لو هالفتره هذه طالت وصارت سنه ونص وما قالت لك كلمه حلوه ولا قالت لك احبك، شنو ممكن تكون رده فعلك؟ لا ما اقدر، ما تخيل شيء هذا. الحين ما تقول لك احبك، يعني شنو ممكن تسوي عادي؟ لا بس هي توضح لي اياها بطريقه ثانيه. هي تقول لك احبك بس بافعالها. اي نعم. حلو برافو انا احبك. اي نعم. زين نفس السؤال عليك، متى اخر مره زوجتك قالت لك احبك او اي لاف يو؟ كل دقيقه طالع عمرك. كل دقيقه؟ لا انت تنحب. اي اكيد. مبين واضح 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 واضح. اي الحمد لله. وانت تقول لها؟ يعني الحمد لله. زين وانت تقول لها ولا؟ أكيد. كل يوم ولا؟ أكيد. كل يوم البرنامج اسمه لا تكذب، أنت كل يوم تقول أحبها؟ أكيد إيه. أكيد إيه. زين لو هم نفس السؤال شهور ستة أشهر سبعة أشهر ما قالت لك كلمة حلوة، شنو ممكن تكون ردة فعلك أو الإجراء اللي تتخذه؟ البرنامج اسمه لا تكذب. أثقل عليها شوي. حبيت. يا ثقيل. من كذي انت تنحل تاريخ ثقيل. بايد الله. زين يعطيك العافيه. ولي سلام. لا تلف وتدور.